وفي السنة الخامسة عشر من حكم القيصر تيباريوس على الرومان كان بيلاطس حاكم على القدس وهيرود انتيباس على الجليل، وكان أخوه فيليب على شرق الجليل وليسانيوس على أبلينية، وكان حنان وقيافة رئيسين على المتشفعين. في ذا الوقت أنزل الله الوحي على يحيى بن زكريا فراح النبي يحيى إلى كل قرى نهر الأردن يدعو للتوبة والمغفرة. ورسالة النبي يحيى بن زكريا مكتوبة من زمان في كتاب النبي أشعيا وتقول: صوت قوي في الوادي، جهزوا للمولى طريق مجيئه وصلحوا سبيله. ملوا الحفر وبعروا الحجر، سمحوا المعوج وصلحوا الوعر، فيشوف كل البشر قوة نجاة الله الرحيم. اسمعوا يا منافقين، تعتقدون انكم بتشردون من غضب الله بدون توبة صادقة؟ اعملوا اعمال تظهر توبتكم، ولا تقولون في انفسكم نحن قوم الله لان ابراهيم ابونا. لكن اقول لكم، الله يقدر يكون عيال لابراهيم من ذا الحصى. اسمعوا، عذاب الله قريب كما الفاس على جذوع الشجر، فيقطع الله كل شجرة ما تثمر ويزقلبها في الجحيم. فقال واحد منهم: لازم نعمل. فقال لهم: إذا عندكم اثنين ثياب أعطوا المحتاج واحد منهن، وإذا عندكم أكل أعطوا الجوعانين منه. وجاءوا أيضا عمال الضرائب ليتغطسوا وقالوا: يا معلم لازم نعمله. فقال النبي يحيى: لا تشلوا أكثر من المفروض لكم ولا تكونوا طماعين. وسألوه حرس بيت الله: ونحن نعمل؟ فقال لهم: لا تشلوا فلوس من حد بالقوة ولا تشتكوا كذب على أحد، وارضوا برواتبكم. وكانوا ناس وايدين ينتظرون بشوق كبير مختار الله المسيح، فقالوا: يمكن النبي يحيى يكون مختار الله المسيح؟ فقال لهم: يا ناس، أنا نغطسكم في الماء، ولكن بيجي واحد أعظم مني وأنا ما نستحق نفك حذاءه من رجيله، هو بيغطسكم بروح الله القدس، وبعضكم يعذب في النار، هو مستعد يفصل الناس كما يفصل البر من القرش بالمربشة. البر يطرح في مخزن والقرش يزقل في نار ما تنطفي. ولما تغطس الناس على يديه جاء وتغطس أيضا مولانا عيسى عليه السلام، وعندما كان يدعو ويصلي انفتحت السماء ونزل روح الله القدس عليه كأنه حمامة، وجاء صوت من السماء يقول: أنت حبيبي ومختار المسيح وعليك رضيت. وفي ذي الأيام اتهم النبي يحيى الحاكم هيرود انتيباس لأنه تزوج بنت أخوه وعمل شر وايد في الناس، فحبسه، وذا أسوأ شيء عمله. وعندما بدأ مولانا عيسى عليه السلام يبشر الناس ويعلمهم رسالة الله القدير كان عمره تقريبا 30 سنة، والناس يظنون أنه ابن يوسف ابن علي
بن ناثان، بن داود عليه السلام، بن يودا، بن يعقوب عليه السلام، بن إبراهيم خليل الله عليه السلام، بن تارح، بن ناحور، بن سام، بن نوح عليه السلام، بن فالج، بن عابر، ابن شيث، ابن آدم عليه الصلاة والسلام، الذي خلقه الله القدير على بعض من صفاته. وبعد ما تغطس مولانا عيسى عليه السلام على يد النبي يحيى بن زكريا في نهر الأردن، امتلأ بروح الله القدس فقاده الروح إلى الوادي، وهناك امتحنه إبليس لمدة 40 يوم. فما أكل عيسى المسيح أي شيء هذه الفترة، فجاع جدا. فقال له إبليس: إذا كنت حقيقي الملك المنتظر مختار الله القدير، قل لذي الحصى كوني خبز. فرفض عيسى المسيح وقال: مكتوب في التوراة ما حد يقدر يعيش بالخبز بس، ولكن بكلام الله. وطلع أبو إبليس إلى مكان عالي وخلاه يشوف بلمح البصر ممالك الدنيا كلها، وقال له: إذا سجدت لي بعطيك العظمة على ذي الممالك كلها والسلطة عليهم. أنا نقدر نعطيها لأي واحد نبغى لأنها سلمت لي. ولكن مولانا عيسى عليه السلام قال: مكتوب في التوراة اسجد لله عز وجل واعبده وحده. وشله إبليس إلى مدينة القدس وأوقفه على طرف سطوح بيت الله وقال له: إن كنت مختار الله الحبيب زقل بنفسك لمان تحت، لأنه مكتوب في الزبور: الله يأمر ملائكته ليحفظوك فما تصطدم رجلك بحجر، لأنهم يحملونك على أيديهم. فقال عيسى عليه السلام: مكتوب في التوراة لا تمتحن الله ربك. وبعد ما غلق إبليس كل الوسواس من مولانا عيسى عليه السلام، راح من عنده لما تجي له فرصة ثانية. وبعد ما راح إبليس من عنده، رجع مولانا عيسى عليه السلام بقوة روح الله القدس إلى منطقة الجليل. وانتشر خبره عند الناس في كل القرى، وعلم الناس في بيوت العبادة، فشهدوا له كلهم. ورجع مولانا عيسى عليه السلام إلى قريته الناصرة اللي تربى فيها، فدخل بيت العبادة يوم السبت كما عادته، فقام ليقرأ من كتاب الله القدير. فقدموا له كتاب النبي أشعياء، فنكش الكتاب فحصل آية تقول عليه: روح الله القدس نزل علي لأنه اختارنا ليبشر الفقراء والمساكين، ليعلم بالحرية للمساجين، ليرجع البصر للعوران، لأحرر الناس المظلومين، وليعلم بحلول رضا الله رب العالمين. فكان كل الناس يتشوفون له في بيت العبادة بتركيز، لأن دي الآية نبوءة للمسيح الملك المختار. فقال: دي الآية اللي قرأتها من كتاب الله العظيم تحققت اليوم قدامكم، ولكنهم ما قبلوا كلامه في قلوبهم، فقالوا: أما هو ذا ابن يوسف النجار؟ فقال لهم: بتقولون
يا طبيب، أولا داوي نفسك واعمل معجزات هنا كما عملت في كفرناحوم، ولكن بقول ولا نبي يقبل في قريته. وكما زمان جاءت مجاعة كبيرة، برغم أن نكون أرامل وايدات في بني يعقوب، ما أرسل الله النبي إلياس إليهن، ولكنه أرسله إلى أرملة لبنانية. وفي أيام النبي اليسع كان برص وايد، ولكن ما شفاهم الله، ولكنه شفى نعمان قائد سوري. فعندما سمعوا الموجودين ذا الكلام غضبوا عليه كلهم، فقاموا ونزلوا عيسى المسيح من بيت العبادة إلى خارج القرية، وشلوا لمام فوق نوف الجبل اللي بنيت عليه قريتهم علشان يسقلون به من هناك. ولكنه مر في وسط زحام الناس وراح. ونزل مولانا عيسى عليه السلام لمان كفرناحوم وبدأ يعلم الناس في يوم السبت، فاستغربوا من تعاليمه لأنه كان يكلمهم بسلطان الله العظيم وقوته، ما هو كما علماء الشريعة. وكان في بيت العبادة رجل فيه جني نجس، فصاح الجني بكل صوته وقال: أبغيت مننا يا عيسى الناصري؟ هل جيت عندنا علشان تهلك نحن؟ أنا نعرفك، أنت القدوس أرسله الله. فانهار مولانا وقال له: اسكت واخرج من الرجل. فزقل الجني بالرجل في القاع قدام الناس وخرج منه بدون ما يأذيه. فاستغربوا وخافوا كلهم، وقالوا بعضهم لبعض: شوفوا كيف ما أقوى كلماته، فهو بقوة وسلطان مبين من الله يأمر الشياطين فتخرج طوعا. وانتشر أمره في طول ذيك المنطقة وعرضها. وبعد ما خرج مولانا عيسى عليه السلام الجن النجس، نزل من بيت العبادة. ودخل دار سمعان الحواري فيما بعد، وكانت خالة سمعان مريضة بحمى شديدة، فطلبوا منه أنه يشفيها. فقرب المسيح منها ونهر الحمى فنزلت منها تو. وقامت في الحال وبدأت تخدمهم. ولما قرب المغرب جابوا ناس وايدين مرضى بأمراض مختلفة لمولانا عيسى عليه السلام، فطرح يده الشريفة عليهم واحد واحد فشفاهم كلهم، وخرج الجن من ناس وايدين وهم يصيحون ويقولون: أنت الملك المنتظر. ولكن عيسى عليه السلام سكتهم وما خلاهم يتكلمون، لأنهم عرفوا حقيقي إنه مسيح الله العظيم. وثاني يوم الفجر خرج مولانا عيسى من دار سمعان وراح إلى الوادي، وكانوا الناس يدورون عليه، وعندما حصلوه تمسكوا به، ما بغوا يروح من عندهم، لكنه قال لهم: يا ناس، أنا لازم نروح من عندكم إلى قرى ثانية علشان نبشر بمملكة الله،
لذا السبب أرسلنا الله القدير. فاستمر يتنقل من قرية إلى قرية يدعو رسالة الله في بيوت العبادة في منطقة الجليل كلها.